لكم الليلة الدكتور شيخنا وليدومو رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات. مرحبا بكم ضيفنا الكريم. مرحبا. تابعتم التقرير. أولا، مما تتكون هذه اللجنة، لجنة المسابقات؟ شكرا. أولا بودي أن أشكر موريتانيا على دعوتها لي للحديث في هذا الموضوع، ولكن قبل أن نتحدث عن ما تفضلتم بسؤالي عنه لدي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، أؤكد أن السلطات العليا حريصة ومصرة على التزام الشفافية وتطبيقها في جميع مراحل ومستويات المسابقات الوطنية، وعلى أن لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي ظاهرة تشوب هذه المسابقات أو تحد من عدالتها ونزاهتها وشفافيتها. جيد. وأن كل من يتحمل في هذا المجال مسؤولية سيتلقى ما يترتب على ذلك من عقوبات. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، على أننا الآن نجري مسابقات في ظروف سابقة نشرت لها من قبل، ولكن اسمحي لي أن أؤكدها هنا. أن المسابقات التي نقوم بها هي مسابقات تشمل 70,000 مترشح في إطار مسابقة جميع تقريبا القطاعات والمستويات اللي تنظم في الوظيفة العمومية داخلة فيها، من عند بريفة بكالوريا لسان دكتوراه. جيد سيد رئيس، عفوا على المقاطعة، ولكن سنعود إلى هذا الموضوع أكيد في الأسئلة القادمة. ولكن أولا، مما تتكون اللجنة، لجنة المسابقات؟ أود أن أقول أن المسابقات الوطنية لها لجنة مستقلة تدعى اللجنة الوطنية للمسابقات. مسؤولية هذه اللجنة هي الإشراف على رقابة شفافية المسابقات. ليست هي الجهة التي تنفذ المسابقات، وإنما هي الجهة التي تضمن وتراقب كيفية مسار المسابقات حتى تكون هذه المسابقات شفافة وعادلة. هناك لجنة أخرى تسمى لجنة التحكيم، أعطاها النصوص والقواعد التنظيمية للمسابقات جميع الصلاحيات والمسؤوليات لتقوم بمسؤولية تنظيم وتنفيذ المسابقات باستقلالية وبصلاحيات خاصة بها. وبالتالي اللجنة لا تتدخل، لا تدخل في المسابقات، وإنما تشرف وتستقبل التظلمات وتراقب مسار هذه المسابقات. فإن وجدت خللا تتدخل، وإن وجدت ما يعيق يعني مثلا إجازة أي مسابقة تلغيها أو توقفها. جيد. مما تتكون هذه اللجنة بداية؟ اللجنة تتكون من 8 أعضاء من الحكماء الذين تشهد لهم تجربتهم بالاستقامة والكفاءة والجدية، ومؤهلون ليكونوا في مثل هذا الموقع الذي هو إشراف على مسابقات الوطنية وشفافيتها. جيد. ما تعليقكم على ما أثير مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام طبعا بخصوص تجاوزات وقاعة إبان بعض المسابقات؟ اللجنة الوطنية للمسابقات مهمتها هي تتبع هذه الملاحظات وتتبع هذه الانتقادات، لأن أولا من ناحية من مسؤوليتها أن تتبعها وتعمق فيها البحث. فإن وجدت أن هناك ما يستوجب التدخل والإصلاح تقوم بذلك وقد فعلت، وإن وجدت أن هناك حديث عام لا يرقى إلى مستوى من الجدية، الكلام يطلق بهكذا أو هكذا، فهي في الحقيقة هيئة مهمتها تثبت من قواعد العمل وليس متتبع كلام الناس في الشارع. ولكن كلام الناس، بعد كلام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التعليق التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي، تم من قبلكم أنتم اللجنة بيان يشرح؟ لا، نحن لم نصدر بيانا لجنة، هذا هو الخلط. اللجنة الوطنية للمسابقات لم تصدر بيانا في هذا الشأن. تشرح فيه ملابسات هذه الذي شرح اللي يصدر بيان هو لجنة التحكيم، لجنة التحكيم وليس لجنة الوطنية للمسابقات. جيد. ولكن تحت إشرافكم أنتم بالنهاية، أنتم المشرفون على كل لا العملية. لا، لسنا مشرفون. نحن السلطة. السلطة يعني ماذا حصل؟ أعطيني طريقة تفسير اللي حصل. جيد، اشرح لنا. لجنة التحكيم أنجزت عملا ترى أنه يقوم على معايير موضوعية. هذه المعايير الموضوعية التي قامت بها اللجنة جاءتنا نحن كلجنة المسابقات تظلمات في شأن هذا العمل، ففتحنا تحقيقا وتبين لنا أن هناك بعض الملاحظات تستوجب المراجعة والتغيير.
وتدخلنا فعلا وصححنا او الغينا تلك الامور التي يشكوا او يظنوا بانها تحتاج الى تغيير. انتم اولا وضحتم الاسماء التي وردت في اللائحه ولم ترد من قبل يبان اصدار اول النتائج واول الاسماء اسماء الناجحين، ولكن بعد ذلك اصدرتم كذلك ايضا مذكره جديده باسماء اللائحين بحذف الاسمين او الاسامي التي وردت في التوضيح. اوضح لك اسمحي لي مره اخرى. لجنه التحكيم المشرفه على مسابقه المهندسين والفنيين 433 لصالح عده وزارات اصدرت قرارا يؤهل شخصين للنجاح النهائي. وصلتنا نحن كلجنه ويعني قاعد اعلام كلجنه تظلمات في هذا الشان، فتحنا تحقيقا في هذا الامر، تبين لنا ان هناك فعلا بعض من الخروقات متعلقه بمسار تنفيذ هذه المساله، وبالتالي اصدرنا قرارا ولم نصدر بيانا ولم ننشره ولم ننشره نهائيا، اصدرنا قرارا لا يجيز. احنا ما نقول عدل وتعدلوا، اللجنة قررت التحكيم قررت نجاح هذا وهذا. نحن قلنا لا نجيز هذا القرار، هذا القرار هذا هو صلاحيتنا، هذه مصلحتنا، لا نجيز. وبالتالي خبرناهم قلنا لهم هذا القرار الذي اتخذتموه لا نجيزه، رجعوا هما وداولوا على مستواهم واصدروا قرارهم الأخير المطابق لعدم إجازة قرارهم الأول. جيد. من يتحمل المسؤولية في مثل هذه التجاوزات؟ ما يتحملوها. معناها نحن في أي مستوى نقيم كل تصرف يخل بهذه المسؤولية ونسند المسؤولية إلى من يتحملها وله في النهاية أن يتحمل هذه المسؤولية وما يتحملها. التزم بأن من يتحمل أي مسؤولية. إذن أنتم لازلتم تحققون في هذا الأمر وليس فيها وحدها. نحن الآن أمامنا المسابقة بأجمعها وفيها تحقيق متواصل ونستمع إلى المتظلمين ونستمع إلى المترشحين. نعرف أن عندنا في المهندسين 2100 مترشح، مع الأسف لا يقبل منهم إلا 433، معناها خارج 1700 ما يتنقبل ولا يتمونك ولا تعتبر أنها مظلومة، وخاصة ترى ثقرة ولا ترى ملاحظة. ونفتح قوس ونقول العمل البشري في أخطاء، ما خارج على بشري خطأ مين إلين يعود ينشاف الخطأ ولا يصحح، إلين يعود ما فهم آلية المراجعة والتثبت من كان في خطأ ويصحح، ولا هي جريمة ولا في خطأ. ما هي جريمة. ما السبب في تأخر نتائج المدرسة الوطنية للإدارة؟ اللجنة المدرسة الوطنية للإدارة تأخرت لسببين. السبب الأول على أنها عندها 36,000 مترشح. هاي 36,000 مترشح معناها شنو؟ معناها أن عندهم 72,000 ورقة امتحان. هذه 72,000 ورقة امتحان يصح مرتين، معناها عندهم 144,000 ورقة تصحيح. هذا لا يصحوا، أنت تصحوها في الخريف، مصححين ما هم موجودين، وأكثر الناس يجوا لا يستمروا، وبالتالي يكعد عمل دقيق وصحيح ومتقون. رغم ما نحن مسؤولين عن ليش تحكيم ومتقون، يا الله يطالها فرصة تعدل عملها بذاك اللي ترنوا لا يعاون في تعديل الصالح. ما أنا معجلين ونقولها هون، ما أنا معجلين ليش التحكيم متعلقة بسابق إدارة، لا تعجلي وعدلي عملك يا غير يعود عمل متقون وصحيح ودقيق. جيد. ما هي التدابير التي تنوي اللجنة اتخاذها لضمان شفافية أكثر لهذه المسابقات؟ المسابقات السلطات العليا جزاها الله خيرا يعني أبلغتنا باستعدادها لتوفير كل الظروف لتحسن من أداء العمل ليضمن شفافية المسابقات، وسنشرع مباشرة في تقويم وتقييم هذه التجربة وتقييم ثغرات وتقديم مقترحات، وسنكون إن شاء الله في إطار حلقات من النقاش ومن التفكير نقدم مقترحات ستحسن وتضمن ان بعض من الثغرات ولا بعض من الاختلالات نقدر نغلب عليها في وقتها باذن الله. جيد. اذا شكرا جزيلا لكم دكتور شيخنا وليدومو، نرجو لكم التوفيق وللجنه التحكيم شكرا جزيلا لكم على هذه الشروحه. مشاهدينا، بعد مرور اكثر من شهر ونصف على كارثه السيول التي تعرضت لها